أن معركتنا في الأنبار هي ضد الإرهاب فقط، وليس ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي كما يروج بعض الطائفيين. وتكذب دعواهم اشتراك عشائر الأنبار المجاهدة وأبناء الأنبار عموما. معركتنا في الأنبار التي شارفت بهمة الرجال المقاتلين والقيادات الميدانية على نهاياتها إن شاء الله، هي لحماية أمن العراقيين جميعا، وليس فقط في الأنبار التي تئن من ضغط العصابات الإرهابية وتجاوزها على كرامة أبناء المحافظة. وما سيكون في حسم المعركة في الفلوجة التي قلنا مرارا لا نريد أن نؤذي أهل الفلوجة أبدا، إنما نريد أن نخرج هؤلاء القتلة من المدينة لكي يعيش أهلها مرة أخرى بأمن واستقرار وسلام، ويعودوا إلى مدينتهم وبيوتهم ومدارسهم ومساجدهم. المعركة على أبواب الحسم، والفلوجة والمناطق الأخرى مطوقة من قبل قواتنا المسلحة وأبناء العشائر. وهاجم المالكي رجال الدين ومشايخ أهل السنة وعلى رأسهم رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، واصفا إياهم بشيوخ الإرهاب والفتنة. ومؤخرا انتبهت السعودية إلى خطر الإرهاب وخطأ موقفها السابق في السكوت عنه، لذلك صدرت الأحكام والقرارات التي نعتبرها جيدة وصحيحة، ولكنها وإن كانت متأخرة. كما اكتشفت الإمارات العربية المتحدة خطورة فتاوى شيوخ الإرهاب والفتنة الذين يمثلهم يوسف قرضاوي، الذي أفتى بتكفير الناس جميعا سنة وشيعة، ودعا إلى هدر دمائهم، واتخذوا منه قرارا صحيحا وسليما. نتمنى أن يعمم هذا القرار على كل شيوخ الفتنة الذين يفتون بتكفير الآخرين وهدر دمائهم سواء كانوا في العراق أو في المنطقة. طالبت كتل سياسية في مجلس النواب العراقي الحكومة بإيقاف القصف العشوائي الذي يستهدف الأبرياء في مدن محافظة الأنبار، معتبرة ما يجري خطوة باتجاه إشعال النار في المنطقة، مشددة على ضرورة إنقاذ الأهالي من مخاطر العمليات العسكرية وتعويض المتضررين منها. أيسر علي لديه التفاصيل. حصار وقصف عشوائي، مشهد مضى عليه أكثر من 30 يوما والحال ذاته مستمر، لتكون نتائجه شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والشيوخ والنساء. ناهيك عن الأوضاع القاهرة والمأساوية المتمثلة بالتهجير وهدم المنازل على رؤوس قاطنيها وقلة الغذاء والدواء، هو الحال الذي يعيشه أهالي ومدن محافظة الأنبار وسط صمت دولي وتجاهل من قبل الحكومة لكل هذه الظروف. نعتقد أن الأزمة في الأنبار هي تصاعدية، والنار تنتشر في مساحة الأنبار، ونحن نخشى أن تنتشر هذه النار إلى المنطقة كلها. ونعتقد أن الإرهاب الذي جاء إلى الأنبار كان مستوردا ومخططا له، وتم الخلط بينه وبين أصحاب الأرض وبين العشائر، ونعتقد أن هذه طريقة الخلط مضرة بالواقع العراقي، وطريقة التعامل معها بهذه الأساليب المستنسخة من التجربة السورية نعتقد أنها خطأ كبير، وما زلنا نلح ونصر على الحل السياسي والذي هو بيد الحكومة. الدعوات والمطالبات التي تطلقها بعض الجهات والقوى السياسية الرامية لإيقاف القصف العشوائي الذي يستهدف الأبرياء العزل في الرماد والفلوجة ومدن أخرى في الأنبار لم تلقى رضا قوى النيابية، بل اعتبرت تلك المطالبات بغير المبررة لأنها تتحدث عن واقع ليس له وجود على أرض الواقع، فالعمليات العسكرية والقصف المدفعي لا يستهدف إلا من وصفتهم تلك الأطراف بالمسلحين المطلوبين. نحن نعتقد أن الأنبار، بعض مناطق الأنبار والفلوجة بالكامل، هي أسيرة بيد التنظيمات الإرهابية، وعشائر الأنبار الكريمة
تشتكي والعوائل تشتكي من وجود المسلحين في بعض المناطق. التنظيم القاعدة وداعش استخدموا الأهالي في بعض المناطق كدروع بشرية، وبدأوا يطلقون النيران من بعض البيوت على القوات الأمنية، فماذا تفعل القوات الأمنية إلا بمواجهة النار بالنار؟ المئات من العوائل النازحة تحت وطأة القذائف العشوائية، ناهيك عن العشرات من الأبرياء الذين يرقدون على أسرة المستشفيات لم تبصرهم عين الحكومة بعد، فهي تركز النظر على ما يسمى بعناصر داعش ولا تأبى بمن يسقط من سواهم من مدنيين. بغداد الفضائية، أيسر علي، بغداد. وفي ملف الحراك، حيث دخل الحراك في المحافظات المنتفضة الست يومه العاشر بعد المئة الرابعة، أكد جمهور الحراك أنهم صامدون وثابتون حتى تحقيق جميع المطالب التي خرجوا من أجلها، وفي مقدمتها الإفراج عن الأبرياء من المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة 4 إرهاب وتحقيق التوازن وعدم تسييس القضاء والأجهزة الأمنية والقضاء على الميليشيات وإخراج الجيش من المدن. أعلنت النائبة عن القائمة العراقية نور البجاري رفض قائمتها تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وقالت البجاري إن تأجيل الانتخابات البرلمانية في المحافظات المنتفضة يعد خرقا للديمقراطية والدستور، مشيرة إلى أن تأجيلها سيمكن الحكومة الحالية من الاستمرار بخروقاتها سواء في الدستور أو ضد أبناء المحافظات المنتفضة ومنها نينوى والأنبار. وأشارت إلى أنه في حال بقاء الوضع الأمني ساخنا على حاله في تلك المحافظات فمن المرجح تأجيل الانتخابات. في ديالى، بعد أقل من 24 ساعة على ما شهدته من أحداث، شهدت قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدة عملية نزوح هي الأكبر في المحافظة منذ عدة سنوات. وقال شهود عيان إن المئات من العوائل غادرت القرية وإنها خالية من السكان بفعل تهديدات الميليشيات وهجماتها المتواصلة، مبينين أن تعداد القرية يصل إلى 12 نسمة وهناك إجماع داخلها على ترك المنازل. وبين الشهود أن حوالي 20 شخصا من أهالي القرية سقطوا بين شهيد وجريح بينهم كبار في السن، بينما أحرقت عدة منازل جراء تلك الهجمة، بينما اكتفت الحكومة المحلية بالاستنكار والإدانة والدعوة لضبط النفس. هذا التقرير يأتي أيضا بالمزيد. في خضم انشغال الرأي العام بما يجري من أحداث في محافظة الأنبار، تتصاعد جرائم الميليشيات في محافظة ديالى مستغلة أيضا الفوضى السياسية فيها. قرى مخيسة وبوغرمة ترتكب فيها الميليشيات الإجرامية أبشع صور التنكيل وجرائم التطهير الطائفية أمام مرأى ومسمع العالم، في وقت تلتزم الصمت الجهات المسؤولة في المحافظة. أما الأجهزة الأمنية فهي بلا شك متورطة مع تلك الميليشيات بنظر الأهالي. قرى ناحية أبو صيدة تتعرض لهجمات مستمرة وعمليات قتل وتفجير للمنازل لم تسلم منها حتى دور العبادة، حيث تم نسف مسجدين خلال أقل من أسبوع في الناحية دون يكون للحكومة المحلية في ديالى أو أجهزتها الأمنية أي تعليق على الأحداث. أما مجلس ناحية أبو صيدة والذي لا شك أن تهم التواطؤ مع الميليشيات لا تبتعد عنه كثيرا أيضا، خرج بتصريح غريب على لسان رئيس لجنته الأمنية عواد الربيعي، حيث قص على الناس رواية مفادها عن وجود إمارة زراعية للقاعدة في قرى المخيسة وبوغرمة وشيخي. فهل يعقل أن تترك القاعدة المدن أو الصحراء كما يردد الساسة تعلن عن إمارة زراعية في قرى تشهد تنوعا طائفيا فيها؟ هل يمكن تفسير هذا الكلام غير تحويل الأنظار عما تقوم به الميليشيات من قتل وتشريد للأهالي هناك؟ كيف يمكن تفسير الصمت المطبق للحكومة المركزية على عمليات القتل والتهجير والتي تعد الأكبر منذ سنوات في المحافظة؟ هل يمكن إغفال البصمة السياسية والطائفية في تلك العمليات؟ لا سيما وأن ما يجري في ديالى من سياسة لتغيير ديمغرافية المدن ليست فيها وحدها فقط، بل تشمل عدة مدن ومن بينها العاصمة بغداد. طالب النائب المستقل صباح الساعد القضاء العراقي بحسم ملفات الفساد المتعلقة بالمسؤولين الكبار، داعيا هيئة النزاهة العامة والقضاء لفتح هذه الملفات التي تجاوزت 140 ملفا.
وقال الساعدي إن من أهم ملفات الفساد تلك المتعلقة بوزارة الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد والدفاع الخاصة بالتسليح والصفقة الروسية الأوكرانية وملف إعمار الفنادق الخاصة بقمة بغداد العربية. التقى محافظ كركوك نجم الدين كريم مع وفد برلماني أوكراني لتعزيز العلاقات بين المحافظة وأوكرانيا على مختلف الأصعدة، حيث تم البحث مع الوفد البرلماني الأوكراني الذي ضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة الأوكرانية في المجالات المتعلقة بالصحة والبنى التحتية والزراعة، خاصة في ظل تحويل بعض من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المحافظات، مما يسهم في تهيئة أجواء التعاون بين مدن ومحافظات العراق فيما بينها ومع الدول الأخرى، إضافة إلى بحث مشروع إنشاء مطار مدني في محافظة كركوك. نحن سعداء جدا بزيارة الوفد الأوكراني إلى محافظتنا. الوفد يمثل برلمان أوكرانيا من أحزاب مختلفة في المعارضة والحزب الحاكم أيضا. طبعا بحثنا تطوير العلاقات بين محافظة كركوك وجمهورية أوكرانيا، وخاصة في مجال الصحة، في مجال البنى التحتية، وفي مجال الزراعة. طبعا بتحويل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات هذا سوف يهيئ لنا جوا بأن نتعامل مع مدن ومحافظات وكذلك مع دول أخرى ضمن نطاق الدستوري المسمح لمحافظتنا. ونحن نرحب بالوفد ترحيبا حارا ونتمنى لهم النجاح في مهمتهم ونشكرهم على زيارة كركوك. ننتقل إلى الشأن العربي، حيث دافعت واشنطن عن سياستها الراهنة بسوريا نافية أن يكون وزير الخارجية جون كيري قد دعا أمام نواب أمريكيين إلى تسليح مقاتلي المعارضة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يزال يعتبر أن سياسته الراهنة في سوريا مناسبة، ويرى أنه من الواجب الضغط للتوصل إلى حل سياسي للنزاع يقوم على التفاوض. الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما يزال يعتبر أن سياسته الراهنة في سوريا مناسبة، ويرى أنه من المناسب أن يستمر الضغط للتوصل إلى حل سياسي للنزاع يقوم على أساس التفاوض. لقد تحدث أوباما مرارا عن عدم إرسال قوات إلى سوريا، وأنه يجب اعتماد سياسة تقضي بالضغط على كلا الطرفين على أساس بيان جنيف واحد لحل النزاع. أبلغ مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر الكونغرس أن الاتفاق الذي أبرم العام الماضي للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية جعل الرئيس بشار الأسد في وضع أقوى. وقال كلابر إن حكومة الأسد ستبقى في السلطة على الأرجح بغياب اتفاق دبلوماسي على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وهو ما يعتبره كثير من المراقبين أمرا بعيد المنال. إن الاتفاق الذي أبرم العام الماضي للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية جعل الرئيس بشار الأسد في وضع أقوى. إن نقل الأسلحة يتم بشكل بطيء، ولم تغادر سوريا حتى الآن سوى شحنتين تبلغ زنتهما الإجمالية 53 طنا. نبقى في الوضع السوري، لكن ميدانيا قتل 55 شخصا بينهم أطفال في حلب جراء القصف بالخزانات المتفجرة، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح. قال ناشطون أن قوات النظام استهدفت الأطفال عندما كانوا يحضرون جلسة لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد عثمان بن عفان بحي مساكن هنانو. وأضاف الناشطون أن طائرات النظام ألقت الخزانات المتفجرة على أحياء الشعار والسكري والمعادي وباب النيرب والمرجى وكرم البري وبلدة زاكية بريف دمشق. شبكة شام أكدت أن القصف استهدف أماكن تجمع للنازحين ما خلف عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
من جهة أخرى دارت اشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات النظام بمحيط القصر العدلي والقلعة الأثرية وسط مدينة حلب. وأعلن لواء أحرار سوريا التابع للجيش الحر أعلن عن مقتل 15 من عناصر النظام وإصابة آخرين إثر محاولة اقتحام الأحياء القديمة وسط المدينة. من جهته ندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالاستخدام الوحشي للخزانات المتفجرة في مناطق عدة من سوريا خصوصا في حلب. وقال كيري إنه ومع مواصلة استخدام الخزانات المتفجرة في قصف حلب بشكل يومي فإن نظام الأسد إنما يكشف عن وجهه الحقيقي أمام العالم. إن الاستخدام الوحشي للخزانات المتفجرة في عدة مناطق بسوريا وخصوصا في حلب أمر مستهجن من الجميع. إن نظام الأسد مع مواصلة استخدام الخزانات المتفجرة في قصف مدينة حلب بشكل يومي يكشف عن وجهه الحقيقي أمام العالم. ومن سوريا نذهب إلى مصر، حيث استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة الأربعاء الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. وقد حضر مرسي وجميع المتهمين بالقضية إلى قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة، حيث انتشرت قوات الأمن صباح اليوم في الطرق المؤدية إلى المحكمة، وسيرت السلطات الأمنية دوريات عديدة وأقامت نقاط تفتيش في الطرق. أعلنت ليبيا أنها دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي ورثته من النظام السابق. وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في بيان تلاه إن ليبيا أصبحت الآن خالية تماما من أي وجود للأسلحة الكيماوية التي من شأنها أن تشكل تهديدا خطيرا يطال سلامة الأهالي والمحيط البيئي والمناطق المجاورة، مشيدا بهذا الإنجاز. تأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتخلص من الأسلحة الكيماوية في ليبيا، وذلك استجابة لالتزامات ليبيا فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الأسلحة الكيماوية. من ليبيا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مئات العوائل تهجر منازلها إثر قصف الطائرات المروحية على قرى في ناحية سليمان بيك، وتفجيرات تهز محيط المنطقة الخضراء في بغداد توقع عشرات الضحايا. بالتزامن مع تواصل القصف على منطقة عينية إغلاق كامل لمنافذ الفلوجة، والعوائل المحاصرة في حي الملعب بالرمادي تناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل وتوفير مواد غذائية وصحية. مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في النشرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله. متى يعلو عراقي من جديد وعلى أعشاشه يعود الحمام عراقي باتت
يسود الخوف فيه والظلام بشائر رحمة لعراق حب عراق الخير نقرضك السلام السلام عليك يا رب السلام.
حريتنا هي مطلبنا
ثورة وهمة نالوا بشموخ للأبد وهزة بعزة نزأر بالظالم كالأسد بثورة وهمة نالوا بشموخ للأبد وهزة بعزة نزأر بالظالم كالأسد. نحن الشعوب مآذل تشدو بصوت متحد وربيعنا تاريخ مجد بالكرامة متقد نؤمن بإله يلهمنا وبفجر حر يسعدنا مستقبلنا بكرامتنا من ظلم طال يهددنا من عمق القلب نرددها حريتنا هي مطلبنا بثورة وهمة نعلو بشموخ للأبد وهزة بعزة نزأر بالظالم كالأسد بثورة وهمة نعلو بشموخ للأبد وهزة بعزة نزأر بالظالم كالأسد. زملوني دفئوني من شتاء أنقذوني بح صوتي حان موتي أينكم لا تسمعون جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني شل طرفي مات نصفي جف دمعي في عيوني هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني شل طرفي مات نصفي جف دمعي في عيوني زملوني
دفئوني من شتاء أنقذوني. صراعات لها بداية وليس لها نهاية، وأحداث ملتبسة وحروب موقدة، والسياسة باتت اللعبة الخطرة والمعادلة الغامضة على رقعة الشطرنج. لكن هناك من يراقب ويرصد ويبحث ويحقق ويحلل ويعيد صياغة الأحداث لأجل الحقيقة. سأكون معكم ومع صناع القرار وأهل الاختصاص في برنامج وجها لوجه للوصول إلى تلك الحقيقة. وجه لوجه يأتيكم في الأوقات التالية. 7 مليارات إنسان يعيشون في 231 دولة، يروون ملايين الحكاية يوميا بأكثر من 5000 لغة. حكايات غنية بالألوان، باهتة وقاتمة، زاهية ومتنوعة، ومهما كان لونها نروي لكم بقيتها. للحكاية بقية. الرسول لنا ضياء يفرق ما تراكم من ظلام.
تجدد نوره ليلا انحراف وجلى ما تكاتف من قتام واسرج خيل ايمان وهادي فكان صهيلها نحن السلام وارسلت الصلاه عليه نبضا يفيض به سروري وابتسامي لو ارثنا الصلاه عليه جيلا ويظل للدنيا يفوح شدائد